إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المراهقة المتأخرة والنمو وعلاقتها بالنمو البدني. أيضا يوشك النمو أن يكون تاما في المراهقة المتأخرة، ويكتمل نمو العظام الطويلة في سن 18 سنة عند البنات، وتبلغ كتلة العظام كتلتها أيضا بعد عامين من النمو. أيضا الذكور قد يكونون مكتملين جسميا وأيضا جنسيا، الرجل قد يبلغ في سن تقريبا 12 سنة أعضاء التناسلية مكتملة وجسمه مكتمل، عضلات مفتولة اكتملت العضلات تقريبا. أيضا الدماغ يتطور بسرعة فائقة في هذه الفترة. أيضا الطفل يكون متمسك في الذكريات القديمة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.